جيريشن 49 على اس اس 8 اسم المنتج الرقم هات الجيت ماركت من الفيس ماركت بتاعت المساله وبعد كده هات قيمه الجيت الجديده تتحقق لك ان الجيت ماركت هيبقى 24 بتاكيد الجيت ماركت والفيس ماركت ممكن احنا لسه ما جبناهمش ممكن لما نجيبهم مش هتطلع 24 فهو عايز قيمه الجيت تخلي السيستم ده 24 وهات قيمه الجيت اللي يخلي السيستم ستيبل وهات قيمه الجيت اللي يخلي الفيس ماركت بتاعت المساله 45 يبقى انا مساله هجيب الجيت مارجن والفيس مارجن وبناء على ذلك فهو عايز التعديل في قيمه الكي دي اللي تخلي لك الجيت مارجن والفيس مارجن بتوع المساله بالشكل ده. طبعا سيادتك عشان ترسم اصلا مساله البودا جرام لازم قيمه الكي تكون معروفه. لانك انت هترسم بناء على قيمه مين؟ في روت لوكاس لا روت لوكاس بتبقى مجهوله لان انا بفضل بالنسبه لها وبحط كي والكلام ده كله ففي روت لوكاس لازم الكي تكون غير معروفه لانك انت اصلا بتجيب التغير نتيجه ان الكي بصفر كام؟ بالمال النهائي احنا هنا ما بنقيسش تغير الكي احنا بنقيس تغير الفريكونسي وبالتالي فانا عندي الكي لازم تبقى معروفه. طب فرض ان هي جات لك مجهوله في المساله جات الكي مجهوله في المساله هتعمل فيها ايه؟ مش هتحطها لوحدك. لو دي جات لك في مسألة K فأنت مش هتعرف تحل تمام كده؟ بس بغض النظر عن قيمتها لازم عشان الجين مارجن يبقى ب 24 أو الفيز مارجن تبقى ب 45 لازم كلنا نتفق في الكي صح ولا لا؟ يعني الفرض كان الفرض ده خاطر إنك أنت فرضتها واحد أو فرضتها خمسة أو فرضتها 10 أنا وأنت هنختلف في الفرض صح ولا لا؟ طالما هنختلف في الفرض فهنختلف في رسمة الماجنتيود بس احنا كلنا الحل هيطلع واحد طالما هنخلي الكي الجي مارجن بكام؟ بغض النظر انت راسم بكام كده كده الكي بتخلي الجي مارجن ب 24 دي لازم هتبقى واحد صح ولا لا؟ احنا بقى عشان نسهل ونخلي الكي كي واحد والكلام ده كله خد الكي بي كلها ب 10 يعني لو فرضنا ان دي كي هو انت بترسم على الشكل ده ولا بتاخد عوامل مشتركه عشان تبقى في الستاندرد بتوعك؟ هتاخد مننا كام عامل مشترك؟ باتنين، وهتاخد مننا كام عامل مشترك؟ باتنين في 8 في 16، بقت كي على كام؟ لو انا حطيت الكي بواحد بقت كي على 16، بقت واحد على 16 بقت بكسر. وتيجي تجيب 20 اللوج بتاع الكسر يطلع بالسالب. يعني الشيفت اللي تحت وتيجي ترسم ممكن الرسم اصلا تقطع يطلع بعيد او ما يطلعش. انت خد الكي بي كلها بكام؟ 10 بحيث يبقى الكي على 16 ب 10. دي في الحاله اللي انا ما اديكش قيمه مين؟ يبقى الكي كليه على 16 ب 10 ساعتها لما اجي اجيب دي طبعا هتبقى الكي بي لما اجي اجيب 20 لوج ال 10 تطلع بواحد ما انت شغال من عند ال 20 ديسيبل نقطه ظريفه يعني 20 ديسيبل دي نقطه معروفه على الخط مش 30 او 32 او 31 وتشوف كام في المقاس والكلام ده كله فانت هتفرض الكي بي كلها ب 10 في الحالات الكي تبقى 10 يبقى دي مش عارف الكي تبقى كام الكي سي 160 المهم مش قصتي لان في النهايه كده كده الرسمه هتطلع واحده بس متشفته لفوق او لتحت احنا هنختلف بس الجيل اتحقق جين مارجن وفيز مارجن كل ثلاثه بتطلع منها واحده الجيل بتاعت المساله اللي اتحقق الجين مارجن او فيز مارجن من دون طيب الكي هنا معطاء كي ب 40 على اس 2 زائد 2 في زائد 8 فانا هاخد عوامل مشتركه لو سالت اخدت عامل مشترك 2 في 8 16 بقى 40 على 16 يبقى الجي اتش هتطلع 40 على 16 الكلام ده على اس في 1 زائد اس على 2 في 1 زائد اس على 8 يعني الكي بي هتطلع بتساوي 40 على 16 وتاثير الكي هو شيفت لنقطه الاوريجن عند 20 لوج كي بي تحسب سيادتك 20 لوج كي بي تطلع ب 11 ديسيبل
يبقى تأثير نقطة شيفت لنقطة الأوريجن عند ال 11 نسبة. بعدها بنبدأ نقول إن الجي إنش متساوي. أول حاجة بتترسم بعد الكي هي الإس في إس في المقام. يليها كورنر فريكونسي على الترتيب كل واحد حسب مكانه. في عندي كورنر فريكونسي 2 في المقام وفي عندي كورنر فريكونسي 8. الإس هتدينا خط ميلو سالب 20 لأنها في المقام لحد الاثنين. والاثنين هتديني خط ميلو سالب 40 لحد الثمانية. والثمانية هتضيف سالب 20 في المقام يبقى هتديني خط ميلو سالب 60. دي لازم تطلع من هنا. ان دول ثلاث قسات في المقام واحدة بسالب 20 يبقى اخر خط يبقى عند السالب 60. السالب 60 دي شكل انها لازم تطلع من هنا. طب الزاوية بشيل كل اس واحط جي اوميجا واجيب زاوية الجي اتش. زاوية البسط بصفر فالجي ملوش زاوية. زاوية المقام الاس في المقام زاويتها بسالب 90. الكلام ده ناقص تان ماينس 1 اوميجا على 2 ناقص تان ماينس 1 اوميجا على 8. واقوم عامل جدول دي اوميجا ودي زاوية الجي اتش. هحط الاوميجا ب 2 من 10 ب 8 من 10 ب 1 ب 20 ب 80 عند ال 2 من 10 بسالب 90 بسالب 112 ونص بسالب 120 سالب 250 سالب 270. طيب تعالى بقى نرسم المنحنى ماجنتيود وسالب. وانزل مسافة مقدارها 20 خلاص يبقى دي النقطة بتاعتي.
هاخد خط مستقيم بقى من النقطه دي للنقطه دي، بس الخط ده اتوقف عند كام؟ عند الاثنين. دي الاثنين ودي التمانيه. يبقى هاخد خط مستقيم ما بينهم، ما بين دي ودي، بس هيتوقف عند الاثنين. ده خط ميلو 20 ماينس ديسيبل بير ديجري. خلاص دي النقطة؟ خلاص همسح بقى اللي أنا عملته ده. ده أنا همسحها بس على السطور وأسيبه في الورقة مفيش مشكلة. ودي بقت النقطة الجديدة اللي أنا هرسم من عندها خط ميلو كام؟ سالب 40. عشان أرسم خط ميلو سالب 40، فدي نقطة وهمشي من عندها ديكين، فانا همشي ال 20 وقصاد نفس النقطة وهنزل 40. لو خط ميلو سالب 40 وهرسم من هنا لهنا، لو خدت خط مستقيم فخط ميلو سالب 40 نسبة لحد 8، يبقى من ده لده هيديني هنا خط ميلو سالب 40 نسبة بير ديكيد لحد 8. طبعا انا سالب الموضوع مرتين وتوصيل المره الثانيه. خلاص انت عايز من بعد ال 8 خط ميلو سالب 60، يبقى من ال 8 لو مشيت ديكيد هبقى عند ال 80 اهي. هو خط ميلو سالب 60، يبقى انا هنزل سالب 60، يبقى انا هوصل هنا مثلا. واخد خط مستقيم بس هتوقف فين؟ مفيش ده الانفينيتي. يبقى ده خط ميلو سالب 60 ديسيبل بيردي. ده منحنى الماجنتيود اخر ميل لازم هيطلع، وده منحنى الزاويه، فمعروف ان الزاويه اخرها لازم هيطلع من هنا. فالزاويه هتستقر عند كام؟ عند سالب 270، وهو 3 السطح المقام في 3 بسالب 270. طيب ايه ال 10 ال 10 ال 20 سالب؟ دي ال 10 اللي هو بدايه الديكيل اللي بعده. فوق هنا. سليم. فوق السكيل فقط. ده السكيل. انا قبل ما ارسم رحت قايس السكيل دي المسافه دي قد ايه؟ فلقيتها سنتي. يعني 10 مللي، ال 10 مللي ب 20 سم. وال 10 في 90 درجه عشان اقدر اطلع القيم الوسيطه، وهتنزل 60. طب هتنزل مسافه قد ايه؟ انا هنزل 3 سم. يبقى النقطه دي للنقطه دي هنزل 3 سم، لا هنزل 2 سم، لا هنزل مش عارف كام، على حسب السبيل اللي موجود عندي. طب ده منحنى الماجنيتيود، تعالى المنحنى الزاويه. هو عندي 2 من 10 سالب 90، 2 من 10 هنا. دي 2 8 20 80 عند ال 2 من 10 سالب 90، عند ال 1 سالب 112، عند ال دي عند 8 من 10 سالب 112، سالب 112، عند ال 1 سالب 120، عند ال 2 ال 20 سالب 52، عند ال 80 بسالب 72. يبقى ده منحنى الزاويه. يهمني بقى عشان اجيب الجين مارجن والفيس مارجن محورين. محور الزيرو ديسيبل ومحور الناقص 180. دي اوميجا جين كروس اوفر.
والتقاطع مع الناقص 180 للفيس بروس اوفر فريكوانسي عشان اجيب الجين مارجن يبقى اخد خط راسي لتحت لحد ما هقطع المنحنى. المسافة من ناقص 180 للمنحنى للفيز مارجن والتقاطع مع سالب 180 هقطع لفوق لحد ما هيقطع المنحنى. المسافة دي هي الجين مارجن. هما الفوق ولا الجوه لتحت؟ الجوه. هما الجوه يبقوا الاثنين موجب. يبقى في الحاله دي الجين مارجن والفيز مارجن انا هفزعك بقى. يبقى الجين مارجن اللي كان بيسال على السكيل المسافه دي بتاعت الجين مارجن موجب. هروح اقيسها بالمسطره مثلا سي 5 من 6 مللي يعني كام ديسيبل؟ يبقى ال 6 مللي بيقابلوا كام؟ يبقى 6 في 20 على كام؟ 10. اوكي. طب الفيس مارجن المسافه دي قد ايه؟ هقوم اقيسها بالملي وانا عارف ان المسافه دي من 10 مللي 90 اجيب احسب الضرب. سيادتك تحسبهم يطلع 13 ديسيبل و30 ضرب. تطلع دي 13 ديسيبل والفيس مارجن يطلع ب 30 درجه. موجب ولا سالب؟ موجب. سيستم ستيبل ولا ان ستيبل؟ يبقى ده ستيبل. اتفضل. الجين مارجن؟ الجين مارجن هي بتقابل لا من عند الزيرو. لا المحور. هو الزيرو الجديد دي فقط عشان الرسم لكن المحور سالب المحور ضرب فالاصل عند المحور هنا والمحور السالب 180. خلاص جبنا الجي مارجن والفيز مارجن. الكلام ده نتيجه ان الجي كانت ب 40 بتاعت المساله بس الجي جو كانت ب 40 على 16 ورسمنا طلع ده الجي مارجن والفيز مارجن. عايز اجيب قيمه الجي اللي تخلي الجين مارجن ب 24. هو الجين مارجن بتاع المسألة بكام؟ 13. عايز الجين مارجن يبقى؟ احنا متفقين ان اي تعديل في الكي يقابله الشيفت فقط الماجنتيود فوق يا تحت. طيب هو ده هيتغير يعني التقاطع مع السالب 180 عمره ما هيتغير. يعني دوما تفضل هنا قيمة الجين مارجن. ما احنا بنجيب الجين مارجن وتقاطع المنحنى مع السالب 180 وبقطع لفوق المسافة دي الجين مارجن. لما يكون أي تغير في الجين مش هيؤثر على منحنى الماجنتيود يبقى دوما هتبقى هنا قيمة مين؟ الجين مارجن. يبقى الجين مارجن هو هنا بس هو كان 13 أنت عايزه كام؟ 24. لما يبقى 13 وانت عايزه 24 يبقى انت عايز المنحنى ده يطلع لفوق ولا لتحت؟ لتحت. يبقى هيتحرك لتحت مسافه قد ايه؟ 13. هي 13 وانت عايزها كام؟ 11. يبقى الحركه دي اسمها الضرب 11 اللي هو فرق. فرق ما بين ده وده دي المسافه اللي المنحنى هيتحرك لتحت ومحدش فاهم حاجه. الجيم مارجن ده 13 وانا عايزه 24 واحنا متفقين ان مكانه مش هيتغير. يبقى ده عشان يبقى 24 موجب يبقى المنحنى ده لازم يتشفت لتحت بمقدار الفرق اللي هو